وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور نبيل أحمد حلمي، المستشار القانوني ونائب الجمعية المصرية للقانون الدولي وعميد كلية القانون السابق بجامعة القاهرة. دكتور حلمي، بعد بث المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم ورئيس جمعية الوفاق المنحلة الذي تم فيه الكشف عن تآمر النظام القطري لقلب نظام الحكم في البحرين، أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه فتح تحقيق حول جناية التخابر لدولة أجنبية. دكتور، هل من الممكن اللجوء إلى تحكيم دولي في مثل هذه الأمور؟ لا شك أن الإرهاب الآن هو أحد الجرائم الأساسية التي يقاومها العالم، لأنها جريمة نسميها في القانون الدولي جريمة خسيسة، لأن الضحية يعني يكون حسب الصدفة في المكان والزمان الخطأ في هذا الشأن. ولذلك فإن العملية الإرهابية أو الجريمة الإرهابية لابد أن تقاوم بتوافق الدول وبأعلى مستويات الجزاء أو العقوبة في مكافحة هذه الجرائم، لأن حتى المجرم الإرهابي ليس مجرما جنائيا مسجلا، ولكنه مجرما سواء بسبب سياسي أو بسبب اقتصادي أو أيا كان هذه الأسباب. متابعة الأساس في القانون الدولي هو حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يجوز أن يكون جرائم الإرهاب تضر بالسلم والأمن الدوليين. نعم. من ناحية، إذا كان رئيس الوزراء السابق في دولة قطر بدعم هذا الاتجاه، فإنه لابد أن يكون هناك ملاحقة جنائية له أيضا. نعم. وفي نفس الوقت فإن المرتدين في دولة البحرين أو معارضين أو غير ذلك في هذا الشأن أيضا لابد أن يكون هناك حكم أساسي من دولة البحرين ضدهم، وفي نفس الوقت يتم إبلاغ الشرطة الدولية لملاحقتهم والقبض عليهم في هذا الشأن. نعم، هذا يدعيني دكتور حلمي، هذا يدعيني أن أسألك، يعني العديد من الدول استهدفها النظام القطري، يعني عديد من الدول نشرت الكثير من الوثائق التي تثبت تورط الدوحة في دعم الفوضى وعدم الاستقرار في الدول المستهدفة. هل يحق لهذه الدول ملاحقة الحكومة القطرية أمام محكمة الجنايات الدولية؟ هو يمكن الملاحقة بسهولة شديدة من خلال ناحيتين. أولا، الدولة قطر إذا خالفت قواعد القانون الدولي فلا بد أن تفرض عليها عقوبات، وإثبات ذلك يكون من خلال مجلس الأمن والتقدم لمجلس الأمن لفرض العقوبات على دولة قطر. وفي نفس الوقت يمكن التقدم من الناحية الشخصية، ممكن التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بإثباتات وتقدم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي يقصها ضد أشخاص بعينهم يمارسون ويدعمون الإرهاب. الإرهاب ليس جريمة التي تقع في التفكير أو في الإضرار، ولكن هي منذ بدء فكرة العملية الإرهابية للتمويل والاتصال بغيرها، كل هذه تمثل الجريمة الإرهابية. أيضا ممكن أن نتقدم سواء عن طريق المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بكل هذا، أو أيضا أن نتقدم إلى مجلس الأمن بأن هذه الجرائم والأشخاص مما يسبب خلل بالسلم والأمن الدوليين ومخالفة للفصل السابع من الميثاق، وتمثل أيضا جريمة ضد الإنسانية التي يختص بها المحكمة الجنائية الدولية. وهناك نص في لائحة المحكمة الجنائية الدولية يتيح لمجلس الأمن إذا وجد أن هناك جرائم أو جريمة تضر بالسلم والأمن الدوليين يرتكبها أشخاص أن يحيل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم يتم ملاحقة هؤلاء الأشخاص باعتبارهم يمثلون تحديدا للسلم والأمن الدولي. نعم، الدكتور نبيل أحمد حلمي، المستشار القانوني ونائب الجمعية المصرية للقانون الدولي وعميد كلية القانون السابق بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.